سامعني، كل سؤال بيكرر كتير ألا وهو لو أنا هسافر السعودية أو أي دولة تانية وأشتغل مع مقاول كبير بس مش هحدد الراتب وأتعامل كناس بقى الشغل، وأنا خبرة 3 سنين يعني أسافر على مهنة تانية، دي فيها مشكلة؟ الإجابة دي فيها مجموعة مشاكل كبيرة. ليه؟ لأن مش هيتحدد لي راتب، ده حصل معايا كتير جدا، وبدأت تشحت حق التذكرة عشان ترجع، يعني بيقعد يشتغل كذا شهر ومفيش مرتب ومفيش حاجة بتقول لي إن هو ملزم إن هو يديني فلوس، ونسبة من الشغل هو ممكن يقول لي أنا ما اشتغلتش أو ما خدتش فلوسي أو أي حاجة. فدي دي مشكلة، لازم راتب ثابت، لازم يكون حاجة واضحة. أعرف ناس كتير سافروا والوضع مش واضح، يعني هو المفروض مثلا حسب شغل إن هو يسافر مثلا على 10، يقول لي طب أنا هديك 3 وحسب شغلك ولما نشوف وأول ما تيجي وهديك 20، كلام عايم مش مكتوب مالوش أي لازمة خالص. تمام؟ إلا بقى لو أنت الراجل ده شغال معاه بقى 50 سنة وواثق فيه وعندك سعادة خاطر. إمتى ما بقاش فيه حاجة ثابتة؟ لو أنا هبقى شريك في الشركة ومكتوب في العقد، وما دمت في العقد يبقى من حقي إن أنا أطلع على كل حاجة رايحة وكل حاجة جاية، ومعايا ورق، يعني معايا ورق يثبت، أروح للمحكمة وأقول له أنا عايز نسبة من الفلوس بتاعة المشروع دوت أو العقد دوت والكلام دوت. لو أنا سافرت على مهنة غير مهنتي، ده غالبا بتسافر على إنك أنت عامل، يعني مش معقول أنت مهندس وسافر إن أنت دكتور أو باحث ذرة، أكيد هتسافر على إنك أنت عامل، فده بيضيع لك حقوق كتير جدا. مثلا أنت صعب إن أنت تجيب زوجتك، صعب إن أنت تسافر دولة تانية، يعني بتلاقي رخامة كتير جدا، فبلاش. لا، الأحسن إن أنا أبعد عن الحاجة ديت، لأن إن أنا أسافر على مهنة تانية دي في أي تفتيش في أي حاجة تحصل مشاكل كتير جدا، هو مش مستفاد مني كمهندس مثلا، فمش هيديك حاجة. فلا يا اخوانا بلاش، نصيحة بلاش، سافر على حاجة تكون كويسة.